وقع ممكن شراء المالية نتاعها واستقطاب للأحزاب هذه. اثنين، مسألة المال السياسي أيضا في تونس خذا منحة خطير جدا، تطور خطير أكثر في شراء الأسلحة وشراء الرصاص واغتيالات تصعب أحيانا يعني الإحاطة بجميع الإشكاليات التي ربما تتعلق بمسألة التمويل ومراقبته وإيجاد الآليات الفعالة لهذه المراقبة. صعوبة مراقبة تمويل الأحزاب السياسية خاصة مع ضعف النصوص التشريعية كانت أبرز النقائص التي أشار لها الخبراء. نقائص خاصة استقلالية خبير المحاسبة، يعني استقلاليته من بداية من تسميته، يعني تتم التسمية ماشي بالطرق المعهودة اللي متعارف عليها في المعايير الدولية، يعني تاريخ الجلسة العامة ما يكونش فما علاقة مع الحزب ولا مع الجمعية، ما يكونش من بين منخرطين الجمعية اللي هي شيء على حالها في الوضعية الحالية بتاع القانون ماشي ممنوعة بالقانون، يعني نجم يكون واحد منخرطين الحزب اللي هوش مراقب حسابات ولا منخرطين جمعية يجب مراقب حسابات، يعني التنص 112. إحداث هيئة وطنية لمراقبة المال السياسي والجمعيات في ظل وجود شبهات عديدة حول مصادر تمويلها مثل أبرز الحلول التي اقترحها الخبراء. وأوصت جلسة عمل